هاي بنات، نص ليمونة إيش راح تسوي في جسمك؟ حتساعد على فقدان الوزن، حتساعد على منع حصى الكلى، وكمان حتحسن البشرة اللي عندهم تجاعيد، يساعد في عملية الهضم اللي عندهم. هاي بنات، اليوم نسوي مقشر مرة حلو يجنن. حناخد الورد ونطحنه ونضيف عليه باقي المكونات، السكر أو الملح وزيت الأرقان وزيت اللوز. هاي بنات، أكيد الكل حاب يسترخي ويحس براحة والألم كله يطلع من الجسم. هنجيب شرايح ليمون وورد وملح خشن وبيكربونات الصوديوم أو أي زيت عطري رجولنا في الماء. هاي بنات، اليوم بنسوي كريم لنضارة وتوريد البشرة والشفايف. ناخد الشمندر ونبشره ونحطه على النار مع ملعقة حليب وملعقتين نشا لين يثقل، يحفظ في ثلج.